وزارة التربية والتعليم الحقيقة سباقة، ولازم يعني ده إحقاق للحق. من يوم من أول يوم تواجد فيه الأخوة السوريين في مصر، وكانت على طول معاملة السوري معاملة المصري في المدارس المصرية. بمعنى إحنا عندنا أي طالب وافد المفروض بأي جنسية بيكون موجود في مصر، لابد إن فيه مستندات معينة علشان يبتدي يقدمها للالتحاق بالمدارس المصرية. الطالب السوري أعفي من كل المستندات إلا حاجة واحدة، دي ملهاش علاقة بينا لأنها بتخرج من وزارة سيادية أخرى، وهي الإقامة ونوعية إقامة الطالب، ولكنها بموجب تواجده في المدرسة هو بيتسهل له على طول في الجوازات استخراج هذه الإقامة. تمام؟ كمان الوافد عموما بيدخل مدارس خاصة، طالما تم التصريح بأنه بيعامل معاملة المصري فهو مسموح لي أن يدخل المدارس المصرية. أنا عارفة أن في مشكلة كبيرة جدا في كثافة الطلبة جوه المدارس المصرية، لكن ده للأسف دي مشكلة عندنا إحنا كمصريين، مش يعني مش وجودكم بس اللي عامل المشكلة دي، لأن دي طبيعة البلد ودي مشكلتنا الأساسية. لكن كل الجهود بتحاول، وطبعا على رأسها مفوضية الأمم المتحدة، اللي مش فيش داعي ان انا اقول لكم قد ايه هي متعاونه مع الوزاره، وهيبان في ان شاء الله في الايام القادمه المجهودات بتاعتهم فظيعه بصراحه ان شاء الله، واقفه مع الوزاره جنبا الى جنب عشان تسمح وتوجد مكان للطالب السوري في اي مدرسه مصريه. اما الطالب طبعا اللي بيبقى عنده امكانيات تسمح ان يتعلم في المدارس الخاصه فطبعا ده اوكي، هو مش محتاج مننا اي استثناءات. وطبعا اي طالب سوري بيتوجه لوزاره التربيه والتعليم من اول الوزير لغايه الغفير ما بيتاخرش عن حل مشكله هذا الطالب. فارجو ان اي واحد عنده مشكله في الالتحاق بالمدارس من اول الابتدائي لغايه الثانويه العامه يتوجه الى وزاره التربيه والتعليم اداره الوافدين.